الجيش الوطني السوري ينفذ عملية نوعية على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات النظام في قرية المالكية بيري في حلب الشمالية. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف جوي للطيران الروسي استهدف محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. شبكة دير الزور 24 تقول إن قوات النظام تشن حملة مداهمات واعتقالات في قرية البغيرية غرب دير الزور. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده إذا لم تفعل ما هو لازم شمال سوريا اليوم فستدفع ثمنا غاليا لاحقا، ويلوح باستخدام القوة إذا تطلب الأمر الدفاع عن مصالحها القومية. حركة طالبان تدعو في بيان موجه إلى الشعب الأفغاني إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أواخر أيلول وتجنب التجمعات التي قد تصبح أهدافا محتملة. أسعار الذهب تقفز أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أعوام مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. إتاحة إمكانية أداء مناسك الحج في سيارات الإسعاف والأسرة الطبية البيضاء بالنسبة لشديدي المرض أو المقيمين في غرفة الإنعاش.